إن كيدي متين. هذه الآيات سنقرأها برواية قالون عن نافع مع محمد بن أحمد سالم، وبعد ذلك برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق مع الحسين عبد الرحمن والحسين إن شاء الله تعالى. نبدأ معكم محمد الأمين لتقرأ لنا الآيات برواية الإمام قالون عن نافع من طريق أبي نشيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فيرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بارك الله فيك محمد الأمين على هذه التلاوة التي كانت برواية قالون عن نافع من طريق أبي نشيط. انتقل إليكم الحسين عبد الرحمن والحسين لتقرأ الآيات برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. بارك الله فيك. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. نشفع هاتين التلاوتين بتلاوة برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم
من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة برواية حفص عن عاصم. نتدارس معكم مشاهدين الكرام أهم الأحكام في هذه الآيات فيما يتعلق بالفروق بين هذه الروايات الثلاث، وكذلك أهم الأحكام التجويدية، وكذلك أهم أحكام الرسم فيها. محمد الأمين، وبعد الانتهاء منها إذا سمح الوقت قبل أن نشرع في استقبال المكالمات لا بأس بأن نتناول أيضا بعض الأحكام التجويدية من الناحية النظرية. طيب، الآيات اليوم تبدأ من قوله سبحانه وتعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم. قرأت محمد الأمين برواية قالون. بما يقرأ قالون هذه الآية الأولى وعما تختلف روايته هنا في هذه الآية عن الإمام ورش؟ يختلف بإسكان ميم الجم قبل همزة القطعية. همزة القطع، أيوة. قالون يسكنها على أرجح وجهه، وورش يصلها بست حركات، يصل الميمة ويمدها بالإشباع. وهو ما قرأت به يا عبد الرحمن، قرأت بصلة الميم، اقرأها لنا بورش، وبالإشباع مدها بست حركات، اقرأها بورش. سلهم أيهم بذلك زعيم. أحسنت يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، تلاحظ هنا في هذه الآية أنك أتيت بحكم من أحكام التجويد في الميم الساكنة قبل الباء. أيهم بذلك زعيم، أتيت بماذا؟ بالغنة، بالغنة بمقدار حركتين في الميم، في الميم المخفاة في الباء. عند الوقف على نهاية هذه الآية على زعيم نكون أمام مد يسمى عند أهل التجويد بماذا محمد الأمين؟ العارض للسكون. بالمد العارض للسكون. أيهم، الهمز فيها مركبه ألف، الألف قاعدته بالألف الأولى. ماذا تعني هذه القاعدة محمد الأمين؟ قاعدته بالألف الأولى كل همزين، همزين بيولي الكلام مركبه، يكون مركبه الألف. نعم. هذا واضح من القاعدة، من القاعدة نفسها. بالألف الأولى أي مركب الهمز الألف إذا كان الهمز في أول الكلمة. وطبعا في بعض الأحيان تدخل على الكلمة حروف من حروف الزيادة كالواو أو الباء أو الفاء، وهذه الحروف الزائدة لا تؤثر على هذه القاعدة، فالهمز باق في أول الكلام وباق على القاعدة، مركبه الألف. إذا جاءت قبله هذه الحروف لا تؤثر فيه، مثل لأن، بأنه، كأن، أيوة، كل هذه الحروف زائدة، فأولئك، كلها تعتبر حروف زائدة لا تؤثر في الهمز أو في هذه القاعدة بالأحرى. عندنا كذلك حكم ثان في الرسم في هذه الآية، ذلك ما هو؟ ذلك بذلك. الحكم فيها الحذف، حكم الألف في ذلك هو الحذف. أين وجدت حذف ذلك؟ حرف ذلك، ذلك 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 جذاذا وأذان ذلك، فقد نص على هذه الكلمة، نص عليها الناظم الطالب عبد الله رحمه الله تعالى، فقال ذلك جذاذا وأذان ذلك. لو وصلنا آخر هذه الآية بأول الآية الثانية سنجد حكما لورش يختلف فيه عن قالون وعن حفص،
وهو نقل حركة الهمز لنون التنوين. نعم. للساكن قبلها وهو نون التنوين. فنقرأ لورش: سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم. فيقع هنا نقل حركة الهمز للساكن قبلها وهو نون التنوين. أما لحفص فيحقق الهمز دون نقل الحركة. شركاء، شركاء هذه الكلمة متصلة، متصلة دائما متصل. المد فيها يسمى بالمد الواجب، يسمى بالمد الواجب متصل. المتصل. فلياتوا نقرأها لورش ب إبدال الإبدال. ولقالون ولحفص ب تحقيق، بالتحقيق. فنقرأ لحفص ولقالون فلياتوا، لورش فلياتوا، فلياتوا بشركائهم. المد هنا بما نسميه مدا متصلا، مدا متصلا واجبا. الواجب هو المتصل، المتصل هو الواجب، هما اسمان مسمى واحد ترادفا. يشبعه ورش ونوسطه لحفص ولقالون. الهمز هنا مركبه في شركائهم ما هو؟ الياء. مركبه الياء. قاعدته حركة الهمز وتوسيط الألف. وتوسيط ألف. الألف. فهناك قاعدتان يكون الهمز فيهما قبله ألف، ولكن الألف يختلف فيهما. ففي الأولى منهما الألف ألف حذف، وفي الثانية الألف ألف ثبات. ثبات نعم. وهما وعن حذف وتوسيط الألف. هذه القاعدتين يعود فيهم الهمز مسبوق بألف، يغير هذا الألف عن حذف ألف حذف وتوسيط الألف ألف ثبات وفي وسط الكلمة. ايوه واصل محمد الامين. الاحكام ميم الجمع هنا حكمها لورش ولقالون، حكمها لقالون لسكان بدون صله، ولورش الصله باشباع اشباع الميم. اقراها لنا بقالون: فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين. عبد الرحمن اقرأها لنا بورش: فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أحسنت يا عبد الرحمن. لاحظت عبد الرحمن أنك أتيت بحكم من أحكام التجويد أيضا في هذه الآية، في كلمة إن كانوا صادقين. ما هو؟ الغنة. هو إخفاء النون الساكنة في الكاف والإتيان بغنة فيها بمقدار حركتين. صادقين حكم الألف فيها ما هو محمد الأمين؟ الحذف. الحذف على قاعدة ماذا؟ جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم. الجمع المذكر السالم. يوم يكشف عن ساق. النون الساكنة هنا حكمها قبل السين ما هو عبد الرحمن؟ فيها غنة، الحكم هو الإخفاء مع الغنة في مقدار حركتين. الدال في ويدعون عبد الرحمن، الدال الساكن من حروف قلقلة، فيه القلقلة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم. خاشعة الألف حكمه أحمد الأمين؟ الحذف. أيوة. على قاعدة ماذا أو أين وجدت
حذف هذه الكلمة في باب الحذف لأن ذكرها في حرف في حرف الخاء. خاء نعم. عندما تقرأ حرف الخاء ستجدها عند قول الناظم رحمه الله تعالى: خالقت خاطبني تخف درك خشع. 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 خالقت خاطبني تخف درك خشع تخافتون خالدا نو خدع. فخاشعة عند قوله خشع تخف درك خشع. خشع. خاشعة أبصارهم. هنا الحكم لورش ما هو؟ نقل الهمز نقل حركة الهمز لنون التنوين. يقرأها لنا عبد الرحمن بورش. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ولقالون وحفص محمد الأمين. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. تمام. الراء في ترهقهم مفخمة. نعم. للجميع مفخمة. ترهقهم ذلة لمجيء الفتح قبلها. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الدال حكمه ماذا؟ قلقلة الصور. قلقلة. وقد تكرر هنا في هذه الآية في وقد كانوا وفي يدعون إلى السجود وهم سالمون. الميم الساكنة هنا قبل السين ما حكمها أحمد الأمين؟ إظهار. حكمها الإظهار. سالمون الألف هنا محذوف أو ثابت عبد الرحمن؟ محذوف. محذوف على قاعدة ماذا؟ وهم سالمون. أيوة على قاعدة محمد الأمين؟ جمع مذكر السالم. قاعدة جمع مذكر السالم. فآخر الكلمة الحرف الأخير منها ما هو؟ نون. ما حركتها؟ الفتح. الحرف الذي قبلها الواو حرف مد أم ليس حرف مد؟ نعم حرف مد. حرف مد. وتوفرت فيها قاعدة جمع مذكر السالم للنون الأخرى افتح وراوي مد. للنون الأخرى افتح أي إذا جاءت النون في آخر الكلمة مفتوحة وراوي أي قبلها حرف من حروف وي الواو أو الياء مد. مد أي حرف مد. فالقاعدة متوفرة هنا في هذه الكلمة. وطبعا ليست من استثناءات القاعدة. نعم. التي استثنيت منها خمس كلمات وثلاث قواعد. وهذه الطريقة تقرب المعنى للطالب عندما تلخص له الاستثناء وتحصره له. فعندما تقول للطالب في استثناء جمع مذكر السالم بأنه لا يتجاوز خمس كلمات عليه أن يحفظها وكذلك ثلاث قواعد عليه أن يضبطها وأن يعرف علاماتها وضوابطها. القواعد الثلاثة ما هي أحمد الأمين؟ لم تبدأ بتي. لم تبدأ بتي. وفاعين وفاعون هذه قاعدة أيضا. لم يهمز. وقاعدة المهموز. ثلاث قواعد فقط. نعم. تبدأ بتي والمهموز. نعم. وفاعين وفاعون. نعم. وهذه سميناها بقواعد قواعد وإن كانت قواعد استثناء من قاعدة. نعم. هذه قواعد استثنيت من قاعدة كرة. من قاعدة جمع مذكر السالم. نعم. هي قواعد لأنها ليست فيها كلمات محدودة وإنما فيها علامات أي كلمة توفرت فيها تصبح ثابتة استثناء من قاعدة جمع مذكر السالم. نعم. تبدأ بتي معروف أنها أي كلمة بدأت بحرف التاء أو الياء. نعم. المهموز أي كلمة كان فيها همزا ظاهرا أو همزا خفيا. إن كان همزا ظاهرا فيشترط فيه أن يتباشر مع الألف ولا يهم إن كان الهمز قبل الألف أو بعده، المهم أن يكون
الهمز والألف متباشرين، أن لا يحول بينهما حرف، وإن حال بينهما حرف فإن ذلك يخل بالقاعدة ولا يكون الألف محذوفا ثابتا، لا يكون ثابتا عفوا، لا يكون ثابتا بالقاعدة. وأشار بعضهم إلى هذا الضابط في هذه القاعدة أن يكون الألف فيها والهمز متباشران، فقال: والشرط في المهموز أن يكون ألفه وهمزه يلونا، وإن يكن بينهما حرف حذف كخاطئين خاسئين قد عرف. والشرط في المهموز أن يكون ألفه وهمزه يلونا، أن يكونا متواليين ليس بينهما حرف فاصل بينهما. والشرط في المهموز أن يكونا ألفه وهمزه يلونا، وإن يكن بينهما حرف حذف كخاطئين خاسئين قد عرف. إذا كان بينهما حال بينهما حرف تحذف الكلمة وترجع إلى قاعدتها الأصلية وهي جمع مذكر السالم. فاعين وفاعون هما أيضا قاعدة، وهي تعني أن كل كلمة جاءت على وزن هاتين الكلمتين تكون ثابتة، استثناء من جمع مذكر السالم. وفاعين وفاعون كلاهما خمسة أحرف. الحرف الأول منها ممدود بالألف، والثاني ممدود بالواو، ومنتهية بالنون مفتوحة. الثاني في فاعون ممدود بالواو، والثاني في فاعين ممدود بالياء. فأيما كلمة جاءت على وزن فاعين أو فاعون، وهذه طبعا كما قلنا قاعدة مستثنات من قاعدة جمع مذكر السالم، فإن الألف فيها يكون ثابتا. وأيضا طبعا الحروف الزائدة لا نحسبها إذا جاءت قبل الوزن، نحذفها، نحسب دونها. مثل أفتاتون، أفتاتون نحذف الهمز ونحذف الفاء ونحسب تاتون، نجدها خمسة أحرف فنقول ثابتة على وزن فاعون، وأيضا بدأت بالتاء. كذلك بضارين، بضارين نحذف الباء منها ونحسب الضاد والألف والراء والياء والنون، فهذه خمسة أحرف على وزن فاعين. أما الكلمات الخمس عبد الرحمن نص عليها طالب عبد الله رحمه الله تعالى في البيت الثاني عند قوله حواري، الأولى منها كلمة الحواريين والحواريون، الكلمة الثانية فمالئون من البطون، الكلمة الثالثة بقيد أو بشرط وجود من الخاطئين التي معها من، ايوه الرابعة جبارين، جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين، الخامسة داخرين في سورة الطول مقيدة بسورة الطول داخرين، الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا في حزب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة في سورة الطول وهي سورة غافر. غافر فهنا حصرنا الاستثناء بأنه خمس كلمات وثلاث قواعد. هذا هو كله استثناء قاعدة جمع المذكر السالم. أيضا مما يقرب المعنى للطالب ويسهل له فهم أو شرح الرسم، كذلك إذا كان هناك منهج متبع في النظم يمكن أن يشرح له مثل ما حدث لنا في هذه الأبيات الثلاث. وجدنا الناظم أتانا في البيت الأول بالقاعدة، وفي البيت الثاني بالاستثناء، وفي البيت الثالث باستثناء الاستثناء. معناها نقول للتلميذ شوف أنت عندك ثلاث أبيات فيهم الأول منهم القاعدة، قاعدة جمع مذكر السالم، والثاني منهم أضبطه هو استثناء القاعدة، والثالث منهم استثناء القاعدة، معناها على أنه يرجع إلى القاعدة، لأن يعني استثناء الاستثناء يرجع إلى الأصل. هو شيء كان مستثني من شيء غير هو ما اللي يستثنى منه، هو معنى ذاك اللي يستثنى منه هو يرجع لأصله. معناها الأبيات الثلاثة هي باختصار هكذا، الأول منها مضمونه هذا باختصار، الأول منها في قاعدة جمع مذكر السالم، والثاني
في استثناء القاعدة، والثالث في استثناء الاستثناء، وكلماته أيضا محدودة. وخلاص ننتهي من الجمع المذكر السالم واستثناءاته واستثناءات استثناءاته، وبعدها نصل إلى الجمع المؤنث السالم. وهذا كان بصفة سريعة فيما يتعلق بالجمع المذكر السالم الذي جرتنا له أو كلمة سالمون التي هي من ضمن هذه القاعدة. وطبعا القاعدة عبد الرحمن، القاعدة لمعرفتها لابد من معرفة استثنائها. حد اللي يعود يعرف القاعدة لابد يعرف هم اللي مستثنياتها به، اللي يعود ما يعرف المستثنيات يقد يعطي حكم القاعدة على كلمة ما هي من القاعدة بسبب الاستثناء. لذلك هذا وجرنا أن نتكلم عن مستثنيات القاعدة. الكلمة هذه سالمون من القاعدة، ولكن جرتنا إلى الحديث عن القاعدة وعن مستثنياتها وعن مستثنيات المستثنيات التي وردت في تاب، صام، ساحة، صابون، طاغين، يا، غاوين، ذبح، راعون، فتائبون، صائمون، سائحون. هذه الكلمات مستثنية من مهموز. الصابون وطاغين بالياء، وغاوين اللي سورة ذبح اللي سورة الصافات، وراعون بالعين. هذه كلمات مستثنات من فاعين وفاعون. طيب، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. الأحكام في هذه الآية ما هي محمد الأمين؟ فذرني ومن يكذب، النون الساكنة قبل الياء، أكم هو الإدغام الناقص على الغنة. من يكذب بهذا الحديث، ومن يكذب، أيوة، كذب بهذا الحديث. بهذا، هذه الكلمة ماذا فيها من أحكام تتعلق بالرسم؟ فيها حذف الألف في الهاء في هذا الحديث، والذال محمول بالألف. والألف هنا لا يقرأ إلا في الوقف. بهذا الحديث، الألف في كلمة الحديث ألف وصل، صح؟ نعم، على قاعدة وصل وراء الميت. فالألف هنا وقع بعد حرف من حروف الميت هو الألف. فحروف الحملة كلها الألف والواو والياء، الألفات ألف الوصل الذي يأتي بعدها دائما قاعدة وصل وراء الميت. ألف وصل قاعدة وصل وراء الميت. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، عند الوقف عليها نكون أمام مد عارض للسكون، أمام مد عارض للسكون. أيوة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الدال هون في قلقلة صغرى، الميم الساكنة قبل الميم حكم الإدغام مع الغنة، من حيث لا يعلمون، النون الساكنة قبل الحاء حكم الإظهار. اقرأها لنا عبد الرحمن، اقرأ لنا هذه الآية. فذرني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. زيد الغنة عبد الرحمن في الإدغام. سنستدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من حيث، قل. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بارك الله فيك. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. الوقف على وأملي لهم لورش ولقالون بالسكون. وإن كان يمكن، وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالرومي والإشمام. فالوقف بالرومي وبالإشمام مخير فيه القارئ في أماكن محددة، ليس في كل الأماكن، فله أماكن محددة بضوابط
محددة وبطريقة أيضا محددة، ولكن الأصل هو السكون. قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل حرفي. قف بالسكون فهو أصل الحرف، فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل حرفي. وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام، فالروم إضعافك صوت الحركة من 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 غير أن يذهب رأسا صوتك. ونكتفي إن كان هناك اتصال. نكتفي بهذا القدر لأن الآيات انتهت. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ المهدي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ المهدي. للأسف لا نستمع للشيخ المهدي. نواصل في الحديث عن الأحكام حتى إن شاء الله يرد اتصال. محمد الأمين. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. حياك الله شيخ المهدي، مرحبا. بأي رواية إن شاء الله؟ رواية نفسها. بسم الله، تفضل على بركة الله. سلهم أيهم بذلك زعيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرهم ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهم عندهم أم تسألهم أجرهم فهم مثقلون. نعم. بارك الله فيك. إن شاء الله تلعب جيدة. الله يبارك فيك. نأخذ اتصال آخر. ما شاء الله شيخ المهدي، تبارك الله، تلاوة ما شاء الله جيدة. أحسنت، بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم الشيخ. أخذ اتصالا آخر إن كان هناك دائما. السلام عليكم أم عمر. المتصل عليه يبين الرواية التي يقرأ بها. مرحبا أم عمر، أهلا وسهلا. أتنساونا في الدعاء، أنا أنصحها برواية ورش. إن شاء الله فتح الله وعينا عليك، وفقنا وإياك لكل خير. آمين يا رب وإياكم يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. بارك فلا يا أم عمر يا أم عمر. نعم يا شيخ. بارك الله فيك. نعم. فلا يستطيعون خاشعة بصارهم يستطيعون. طاء أجبديه بالياء. فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود فهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث جيد. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله أم عمر بارك الله فيك. ما شاء الله تلاوة جيدة. فقط تنتبهي للملاحظات. فلا يستطيعون الطاء مده طبيعي لا بد منه أصلي لا يمكن حذفه ولا يمكن أيضا لا تمكن أيضا زيادته. نأخذ اتصالا. السلام عليكم. محمد سالم بيلوى إن شاء الله. ورش الله. إن شاء الله. بسم الله. ورش الله. تفضل أخي. حياكم الله. الله يحييك ويبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود نعم هي واصل. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. بارك الله فيك. بارك الله فيك. إن شاء الله تلاوة جيدة. الآية تنتهي عند قوله سبحانه وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين. نأخذ اتصال آخر. ما شاء الله تلاوة كانت ما شاء الله جيدة. الله يبارك فيك. كان هناك اتصالا. كان هناك اتصال. السلام عليك. السلام عليكم. دائما المتصل عليه أن يبين الرواية التي سيقرأ بها وكذلك يكون منتبها لقراءته يستمع حتى إذا كانت هناك ملاحظة ينبه عليها. السلام عليكم مريم. مريم بإلواء إن شاء الله. ألو. نعم تفضلوا بإلواء. السلام عليكم. عليكم السلام. برواية ورش. تفضل. برواية ورش إن شاء الله بكل سرور. تفضلي.
دور المقطع. طيب سلهم أيهم بذلك زعيم؟ سلهم يا مريم شي بارك فيك استعيذي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم مريم. سلهم أيهم بالله من تفضلي مريم من الشيطان الرجيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء بشركائهم إن كانوا قادرين. شو يبارك فيك. أم لهم شركاء فلياتوا يوم يكشف عن ساق ويدعون. شو يبارك فيك. أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. ما تقرأي بر شوفي. خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم. شوفي لا تحقي الهمزة ما تقرأي برش. خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم بارك الله فيك فاطمة. ما شاء الله تلاوة جيدة. الله يبارك فيك. ما شاء الله تلاوة جيدة. فقط تنتبهي للرواية دائما. ورش ينقل حركة الهمز للساكن قبله. إن كان هناك اتصال ربما يكون آخر اتصال في هذه الحلقة لأننا سنختم مع ضيفينا الكريمين. كان هناك اتصال وإلا نختم مع ضيفينا. السلام عليكم محمد سالم. السلام عليكم الله. عليكم السلام. حياك الله محمد سالم برواية إن شاء الله. صحة الفاتحة. تفضل. صحة الفاتحة. والله بكل سرور تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك محمد سالم، ما شاء الله، الله يبارك فيك، تلاوة جيدة. أختم معكم ضيفي الكريمين عبد الرحمن والحسين، تقرأين الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود خاشعة أبصارهم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك عبد الرحمن. محمد الأمين محمد سالم، تختم لنا تقرأين الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بارك الله فيكم ضيفي الكريمين، أحد ناشئتي المحضرة عبد الرحمن الحسين بارك الله فيك، والقارئ محمد الأمين أحمد السالم بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكما ومنكم مشاهدين الكرام، وكذلك ممن أشرف معنا على إنجاز هذه الحلقة من الناحية الفنية، وكذلك كل من تابعها ومن اتصل وصحح واستمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الجميع، ويجعله خالصا لوجهه منا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكم تحياتنا جميعا، إلى أن ألتقي وإياكم في حلقات أخرى. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.